السلام عليكم. اختلف آخر ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية وهم باراك أوباما ودونالد ترامب والرئيس الراهن جو بايدن، اختلفوا في سياساتهم الداخلية والخارجية وفي كثير من الأمور، لكنهم اتفقوا على عدم قدرة أمريكا على الاستمرار في بقائها في أفغانستان وعلى استحالة القضاء على حركة طالبان. خرجت أمريكا من أفغانستان مهزومة كما رآها عدد غير قليل من المراقبين الغربيين، وجاء خطاب بايدن بهذه المناسبة باهتا وخاليا من الإشارة إلى عبارة النصر كما فعل سلفه الأسبق جورج دبليو بوش الابن حينما غزا أفغانستان قبل 20 عاما. لكن الهزيمة الأمريكية في أفغانستان ليست هي الحدث اليوم، وإنما هو تداعياتها الإقليمية في ظل ازدحام الباحثين عن نفوذ في بلاد مزقتها الحروب. تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والمستفيد الأكبر منه والخاسر، هو ما نبحثه في حلقتنا هذه من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. أفغانستان نالت استقلالها مع خروج آخر جندي أمريكي من أراضيها، ومنيت الولايات المتحدة بهزيمة ولم تحقق أهدافها. هكذا وصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إلا أنه أكد رغبة الحركة في إقامة علاقات طيبة مع أمريكا. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت انتهاء العمليات العسكرية في أفغانستان بعد 20 عاما بمغادرة آخر طائرة أمريكية، وأنهت أكبر عملية إجلاء في تاريخها من أفغانستان، وفقا لوزير الدفاع الأمريكي لويد أستن الذي أشار إلى أن الحرب انتهت وبدأ فصل جديد تتولى قيادته الدبلوماسية. بينما اتهم زعيم الجمهوريين كيفن ماكارثي الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ترك الأمريكيين في كابول ليصبحوا رهائن، ومنح طالبان المزيد من طائرات بلاك هوك أكثر من أستراليا، واصفا موعد بايدن النهائي للانسحاب من أفغانستان أنه فرصة لالتقاط الصور مع عواقب وخيمة. الدول الغربية هي الأخرى أعلنت انسحاب قواتها، إلا أنها تسعى لعرض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة منطقة آمنة في كابول. بينما أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب في أفغانستان انتهت ولا حاجة لإقامة المنطقة الآمنة في مطار كابول، مبديا استغرابه من إصرار فرنسا وبريطانيا على إقامة هذه المنطقة. وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية التي وصفت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بالمتعجل، لكنه كان أمرا لا مناص منه، مشيرة إلى أن أفغانستان أضعفت بشكل جسيم إن لم تكن قد دمرت كل من تجرأ على عبور حدودها منذ عهد الإسكندر الأكبر إلى الاحتلال الأمريكي في العام 2001. المرحلة المقبلة من حياة أفغانستان الجديدة مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وتعتمد على مجريات الأحداث والمخططات الدولية، فضلا عن سياسات حركة طالبان التي أعلنت أن زعيمها هيبة الله أخوندزادة هو من سيتولى رئاسة الحكومة الأفغانية المقبلة التي ستقوم بتشكيلها. إذن الهزيمة الأمريكية المدوية في أفغانستان كما وصفتها بعض الصحف الغربية وكثير من المعلقين وتداعياتها على المشهدين الأفغاني والإقليمي هو ما نبحثه في حديثنا اليوم مع ضيوفنا الكرام، وهم معي في الاستوديو الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، وعبر زوم من مكة المكرمة الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية، كما سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأفغانية كابول نظام الدين كامل الكاتب والأستاذ في جامعة باختر. أهلا بالجمع الكريم ضيوفا كراما على شاشة الرافدين. لو بدأنا معك في الاستوديو أستاذ أمجد، التوصيف هنا ليس قضية شكلية، قضية مهمة. هل هزمت بالفعل أمريكا في أفغانستان أم أنها انسحبت لأهداف أكبر بكثير من مجرد هزيمة أو نصر، وإنما لأهداف استراتيجية مرتبطة بإعادة تموضعها عالميا؟ في المصطلحات يعني الفنية يفرقون بين الانسحاب أو withdrawal وبين redeployment أو إعادة الانتشار. هذا التصرف الذي فعلته أمريكا هو في الحقيقة ربما أقرب إلى إعادة الانتشار، يعني هي ستدير استراتيجية ربما مختلفة قليلا عن طريق يعني حلفاء أكثر منها عن طريق تدخلها المباشر. وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتلقى صفعة محترمة في أفغانستان، ويعني كما قال الرئيس بايدن في أول تعليق له على الموضوع قال أنه أفغانستان مقبرة الغزاة،
وقال نحن لم نذهب لكي ننشئ دولة وإنما ذهبنا لكي نحارب الإرهاب. وعلى الهامش دعني أشير إلى شيء مهم جدا، أعتقد أنه ما يحدث الآن هو أول أو أهم إشارة على الأقل على فشل استراتيجية المحافظين الجدد، استراتيجية جورج بوش الإبن. بعد 11 سبتمبر قال يعني تحدث عن مكافحة الإرهاب، وحتى جيش مجلس الأمن ليصدر قرار 1073 في ذلك الوقت لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب عالميا، ويعني اعتبر ما يفعله باعتباره أنه إعادة تشكيل للنظم. وبعد ذلك طبعا ذهب في وقت لاحق في 2003 إلى العراق تحت دعاوى كاذبة. طيب أستاذ أمجد، يعني حتى لا نسبق، أنا سأعود لأختم معك هذا المحور بالذات عن للحديث عن جملة الأهداف التي سعت إلى تحقيقها واشنطن من احتلال أفغانستان، وهي لا شك أنها أهداف ذات بعد دولي، لكن لماذا وصفتها بأنها إعادة تموضع دولي أو إعادة انتشار وليست هزيمة، علما أن عددا غير قليل من الصحف الغربية المرموقة والمعلقين الكبار وصفوا أنه إذلال لم يحصل حتى في فيتنام بالنسبة لأمريكا؟ يعني ما الضابط الذي قادهم إلى هذا الوصف؟ هو في التحليل الأخير أمريكا يعني لا تذهب لمكافحة الإرهاب، هي في الحقيقة تريد التأثير على توازنات آسيا الوسطى، ومن خلال هذا تريد التأثير على الصين وعلى روسيا وعلى الاستراتيجيات الإقليمية اللي موجودة، الهند، باكستان إلى آخره. فهي في الحقيقة يعني تعيد انتشارها العسكري حتى في عدة أماكن في العالم، ليس فقط في منطقة آسيا الوسطى، وإنما هي تعيد تركيز انتشارها بشكل أفضل من ذي قبل. وإن كان مرة أخرى هذا لا يعني أنها لم تنهزم أو لا يعني أنها لم تلحق بها خسائر مهمة. بالمناسبة صورة الولايات المتحدة الأمريكية اهتزت بصورة ربما غير مسبوقة، يعني لم يكن في أي وقت من الأوقات صورة أمريكا أنها دولة يعني ليست بالقدرة التي نتصورها، وأنها غير قادرة على أن تهزم مجموعة مقاتلين. يعني هو حتى الرئيس بايدن قارن بين عدد الجيش الأفغان الذي كان يدربه الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عددهم حوالي 300,000، وهو قال إحنا صرفنا تقريبا ما متوسطه 2 تريليون دولار على هذه الحرب، وفي الآخر يعني حركة مقاتلة 85,000 مقاتل في أحسن الأحوال استطاعت أن تنتصر على هذه الحكومة الأفغانية. وإن كان طبعا رئيس أمريكي مال إلى تحميل كل المسؤولية على أشرف غني وعلى الجيش الأفغاني الذي لم يقاتل ولم يصمد ولم نتوقع منهم هذا السلوك. جميل، يعني لكن اهتزاز الصورة غير مرتبط بالنصر أو الهزيمة وإنما بسبب طريقة الانسحاب. دعنا نذهب إلى كابول لنسأل الأستاذ نظام الدين كامل، نجدد ترحيبا بك أستاذ نظام الدين. يعني الاتفاق الذي وقعه أعضاء حركة طالبان مع الأمريكيين مع الوفد الأمريكي حقيقة الذي يقرأ فيه يقلب بين أسطوره وصفحاته لا يجد فيه صفة الإلزام، هل يمكن القول إن الآن طالبان ملتزمة أدبيا بشروط وتعهدات عدم تحولها إلى مكمن أو منطلق لما يسمى أمريكيا وغربيا يسمى الإرهاب، ولماذا غابت صفة الإلزام برأيك؟ تحية طيبة لكم والمشاهدين الكرام. قبل أن لكم أولا أقول أنا أخالف بكل تقدير مع الأستاذ بأنها ليست انسحاب فقط بل هي هزيمة يعني بكل الأحوال لأمريكا في أفغانستان، لأنها منذ أن أعلنت الحرب على أفغانستان هي البوش الإبن هو بكل صراحة قال أن هذا حرب على الإرهاب، ومع أن لا نتفق معه في هذه في 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 هذا المبرر لأنها لم تكن هكذا، ولكنه أعلن عن حرب على الإرهاب وهو أنهم سيقضون على حركة طالبان ولم يستطيعوا هكذا. فهي طالبان تمدهم هزيمة شرسة في أفغانستان، والآن هم كانوا يدعون بأنهم سيهزمونهم وسيفنونهم عن أرض أفغانستان، جاءوا ليتفاوض معهم. والطالبان هم مستلزمون باتفاقياتهم مع كل الدول ليس مع أمريكا، فهم يعني في كل اتفاقية انعقدوها مع أي طرف هم مستلزمين لها، فحتى مع أمريكا هم يؤكدون من وقت لآخر أنهم يعني يطبقون هذه الاتفاقية، وأي خطوة يخطونها فهي تكون طبق الاتفاقية، وهذا ما نراه واضحا على أرض الواقع. فهم جاءت في اتفاقية الدوحة أنهم لا يشنون أي حملة عسكرية على الجنود الأجنبية، فهم لم يفعلوا هكذا، وحتى إلى الوقت الأخير هم لم يدخلوا كابول،
لأنه كان في اتفاقيتهم أنهم لا يدخلون كابل عسكريا إلا أن يكون دخولهم عن طريق التفاوض، والتفاوض كان جاري مع الحكومة، فهم كانوا يتفاوضون مع الحكومة ومع الأطراف القضية أنهم سيدخلون كابل ويستولون عليه عن طريق التفاوض، ولكن بعد أن وجد هناك الخلاء الحكومي والسياسي وغادر رئيس الحكومة أشرف غني ووزراؤهم، فاضطروا إلى الدخول حتى يستقر الأمن وحتى لا ينهب أموال الناس، لأنهم كحكومة دخلوا إلى كابل. لأجل هذا أنا أعتقد أن حركة طالبان هي مستلزمة وهي أخلاقيا يجبر نفسها على هذه الاتفاقية التي عقدتها مع أمريكا ومن كان معهم. طيب دعنا نسمع رأيا ثالثا من مكة المكرمة الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم، مرحبا بك مرة أخرى. يعني يقول مراقبون أنه أمريكا، طبعا ليس هذا مراقبين وإنما أمريكا حشدت العالم كله وراءها للدخول إلى أفغانستان تخفيفا للكلفة، لكن الحقيقة اللافت أن عندما أرادت الخروج أدارت ظهرها لحلفائها وانفردت بمفاوضات مع حركة طالبان، وهذا ما أثار امتعاض عدد من الحلفاء في حلف الأطلسي. بريطانيا مثلا غير راضية على الخروج، بالأمس تصريح لوزيرة الدفاع الألمانية تقول فيه إننا لم نخالف الأمريكيين في الخروج من أفغانستان لأنه ببساطة غير قادرين على مخالفتهم. يعني الأوروبيون منتعضون وفرنسا ليست متحمسة كثيرا، ما الذي جعل الأمريكيين يديرون ظهرهم لحلفائهم في عملية الخروج من أفغانستان برأيك؟ بك أستاذ جهاد وكرام المشاهدين، سؤال دقيق جدا. نخرج بنظرة أوسع، يعني نظرة استراتيجية بعيدا عن الهزيمة والانتصار. وسؤالك هذا يعني الحقيقة أنا يمكن أرى يعني عكسه، يعني أوباما هو الذي وضع نظرية التبريد والخروج، هذا واضح للحلفاء، الولايات المتحدة. أيضا ترامب هو الذي بدأ بالمفاوضات، قال ما يعني دخولنا وحرب لا تخصنا في أفغانستان وما الداعي لها، وهو الذي وقع الاتفاق مع طالبان في 2020 وليس بايدن. بايدن نفذ اتفاقية ترامب. دعني فقط يعني أني أوضح نظرية الصين. الصين التي تستخدم القوة الناعمة هي نظرتها. أستاذ عبد الرحيم، أستاذ عبد الحفيظ لو أذنت لي يعني سأتيح لك الفرصة للتحدث عن الصين، لكن أنا لماذا سألتك عن قضية إدارة الظهر الأمريكي للحلفاء الأوروبيين؟ لأن هذا يترتب عليه معرفة هذه القضية، يترتب عليه معرفة مدى وحجم المأزق الذي عاشته أمريكا في أفغانستان. يعني صحيح أن أوباما هو الذي بدأ خط الانسحاب من أفغانستان، وأن دونالد ترامب هو الذي بدأ المفاوضات، وأن جو بايدن هو الذي أخذ الخطوات التنفيذية الأخيرة في هذه الخطة، لكن كل هذه المراحل لم يكن الأوروبيون راضين أو لم يكونوا موضوعين في الصورة بشكل كامل. لا أبدا، ليس صحيحا هذا الكلام. الأوروبيين هم في كانوا في الصورة، طبعا الذي كان يدير هذه المفاوضات هي الولايات المتحدة في الدوحة، وهي على كلهم ممتعضون من تصرف أمريكا اليوم. أستاذ عبد الحفيظ كلهم ممتعضون تقريبا، يعني الخروج الغير منسق، وكان طبعا الولايات المتحدة خروجها السريع حفاظا على قواتها وحفاظا على امنها. بريطانيا تقول يعني ان امريكا خرجت من افغانستان خلافا لرغبتنا، بريطانيا هذا ما قالته. طبيعي ان الولايات المتحده يعني الان بايدن يحاول ان يقلص الفجوه التي تركها ترامب ما بين ضفتي الاطلسي. الحقيقه الولايات المتحده يعني حينما اتى بايدن كان الاتحاد الأوروبي موقع مع الصين اتفاقية شراكة اقتصادية، وغضب بايدن حتى قال لهم لماذا لم تنتظروا قبل وصولي بثلاثة أسابيع. فالحقيقة هناك الآن يحاول بايدن
تقليص هذه الفجوة ما بينه وبين الحقيقة الاتحاد الأوروبي. فأنا أعتقد يعني لا يوجد حقيقة خلاف كبير، الولايات المتحدة هي أجرت هذه المفاوضات بينها وبين طالبان من فترة طويلة حقيقة، من عدد من السنوات، يعني يمكن هناك 5-6 سنوات الحقيقة. لأن يعني هناك طبعا في ذا ليس هو الخلاف هذا فقط من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بل هناك داخل الولايات المتحدة هناك نظريتان. نظرية الآن تدعي أن يعني إذا سمحت لي أن بايدن والولايات المتحدة تركت أفغانستان للصين ودمج الصين في محور الحزام الطريق، إلى وخصوصا أن الصين تود أن تستخدم أفغانستان طريق ممر وطريق إلى الاتحاد الأوروبي. هناك سكك حديدية وهناك طرق برية عبر طاجيكستان إلى الاتحاد الأوروبي. هذا ما يعني هذه النظرية. هناك نظرية أخرى تقول لا، بأن يعني أفغانستان لم تستقر لقرنين من الزمان، وهناك ممكن تكون أفغانستان يعني مصدر إلهام لجماعات متطرفة وصعود التطرف في آسيا الوسطى، مثل الحركة الإسلامية لأوزبكستان، حزب التحرير، حركة طالبان الباكستانية. قد يزيد هذا الضغط على آسيا الوسطى. وأيضا يعني إذا كانت الصين يعني هي شرقا محور الحزام الطريق في شرق آسيا، ولكن في أواسط آسيا سيكون نقطة ضعف بسبب الصراعات أو صعود التطرف في هذه المنطقة. هاتان نظريتان في داخل الولايات المتحدة، نعم، وليس في داخل، نعم، الاتحاد. وهذا أستاذ عبد الحفيظ، وهذا الخلاف يعني قديم، يعني العسكريو البنتاغون هم ضد الخروج وبينما الأساسة يريدون الخروج، هذا أمر قديم. سنعود للحديث عن الصين بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل نتحدث مع الأستاذ أمجد مرة أخرى. ما جملة الأهداف التي سعت إلى تحقيقها أمريكا من وراء احتلال أفغانستان؟ ربما لا يكون مقنعا لدى الكثير بأن أمريكا حشدت 70 دولة وراءها وجيشت العالم، وجورج بوش قال الابن طبعا إما معنا وإما ضدنا. ليس لا يعقل أن يكون من أجل بضع مئات أو بضعة آلاف من الرجال الذين يحملون كلاشينكوف يعني في جبال أفغانستان. ما جملة الأهداف وماذا حققت منها؟ طبعا بالتأكيد أمريكا عندما ذهبت إلى أفغانستان هي لم تكن تريد أن تحارب الإرهاب، لكن هي تريد كما قلت أن تعيد تموضعها في هذه المنطقة المهمة التي تعتبر خاصرة أمنية رخوة. من خلال هذه المنطقة تستطيع التأثير على آسيا الوسطى، وعبر التأثير على هذه التوازنات تستطيع التأثير على الثروات المحيطة ببحر قزوين، هذا مهم جدا، الذي تطل على جانب منه إيران والجوانب الأخرى دول آسيا الوسطى. وتريد أيضا التأثير على استراتيجيات الصين وروسيا بحيث أنها تكون في منطقة وسط من كل هذه التوازنات الآسيوية المهمة جدا. من ناحية الفعلية المتحدة الأمريكية في عهد جورج بوش الابن ذهبت في ناحية اتجاه طموح إمبراطوري في الحقيقة. وفي الحقيقة هناك مركز أبحاث تنظر زي مركز القرن الأمريكي، وقعدوا يسموه القرن 21 هو القرن الأمريكي أيضا، وليس فقط أنه القرن 20 بل حتى القرن 21. هذا ردا على من يقولون أن الصين ستصعد أو سيكون لها دور محوري في هذا القرن الجديد. الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة أرادت أن يعني تضرب مراكز القوى التقليدية في هذه المنطقة، وأنه هي تدير توازنات هذه المنطقة، ومن خلال هذه المنطقة أن تعيد الهيمنة مرة أخرى على الشرق الأوسط وعلى مواطن النفط بالمناسبة بالذات. ولذلك قلت بحر قزوين لأنه حول ثرواتها إلى، وحتى أفغانستان نفسها تعوم على بحر من الثروات. يعني هناك تقديرات بأنه لدى أفغانستان معادن ثمينة مخزون طبعا احتياطي تقدر بحوالي 3 تريليون دولار، وأن لديها من معدن الليثيوم وهو الذي يستخدم في صناعة البطاريات، بطاريات السيارات الكهربائية، أن لديها مخزون أكبر مخزون في على مستوى العالم موجود في أفغانستان. فلذلك الاحتلال الأمريكي لأفغانستان هو جزء منه إعادة انتشار كما قلت حول العالم، و يعني قدرة أكبر على التعامل مع خصوم الولايات الأمريكية في هذه المنطقة. ماذا حققت من هذه الأهداف؟ أنا أعتقد كما قال الضيف الأفغاني في البداية، أظن الولايات الأمريكية خسرت يعني خسائر هائلة، ليس مادية فقط ولا فقط في أرواح الجنود، وإنما حتى في الهيبة الولايات الأمريكية وفي تصور من يعتقدون أن الولايات الأمريكية هي الأمر الناهي على مستوى العالم. أنا أقول الآن لا، الولايات الأمريكية هي قطب صحيح من الأقطاب الدولية، لكن علينا أن نرصد دائما الموقف الروسي والموقف الصيني، لأنه نتحدث عن نظام دولي
ثلاثي الاقطاب وليس احادي القطب كما كان، يعني ربما كان ايام جورج بوش الابن، البعض يجادل بانه امريكا هي القطب الاوحد وانها يعني تستطيع ان تفعل ما تشاء، وحتى كانوا يقولون استراتيجيه الحربين والنصف، يعني امريكا تستطيع ان تخوض يعني ثلاثه حروب تقريبا في وقت واحد في افغانستان وفي العراق، وايضا تتصدى لمكافحه الارهاب، وهذا كله في وقت واحد. والواضح الان ان الولايات المتحده الامريكيه تعاني فشلا حقيقيا، يعني كلام الرئيس بايدن عن مقبره الغزاه هذا ليس كلاما تقليديا، يعني نحن نعرف من التاريخ فعلا افغانستان مقبره الغزاه، وانهزمت الامبراطوريه البريطانيه والسوفيتيه لاحقا ثم الان الامريكيه، لكن ان يتحدث الرئيس الامريكي بهذه الطريقه، الرئيس الامريكي حتى الان هو متحمس جدا للدفاع عن قراره، ويعتبر ان هذا هو القرار الصحيح وانه اتخذ في الوقت المناسب، وانه ليس هناك فائده في الاستمرار، وصحيح ان الرئيس ترامب تحدث عن حروب سخيفه او لا فائده من خوضها، لكن الرئيس بايدن اليوم اوضح في القول بانه يعني لا يمكن تحقيق الأهداف الأمريكية عبر الحرب وعبر تغيير النظم وعبر إعادة تشكيل النظم في العالم مثل ما فعل في أفغانستان والعراق. والحقيقة الديمقراطية لا تفرض فرضا، يعني عشان نكون واقعيين لا يمكن لأمريكا أن تسوي العالم على شاكلتها أو على هواها. هذا إذا ما اتفقنا على أن أمريكا كان من جملة أهدافها تحقيق الديمقراطية في أفغانستان. مشاهدين الكرام، وقفة قصيرة تتلوها عودة لمواصلة الحديث، فيرجى البقاء معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، هذه عودة لاستئناف الحديث في تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكن قبل مواصلة الحديث دعونا نتابع التقرير التالي. كان هذا عرضا تاريخيا لأبرز المحطات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي لأفغانستان. أعود إلى كابول. أستاذ نظام، الآن هناك حديث عن فراغ سياسي وإداري في بلاد كبيرة ستحكمها حركة اعتادت القتال أكثر مما اعتادت ممارسة السياسة، يعني هناك فراغ سياسي فراغ إداري، إضافة إلى أن الآن حتى ما تحدث عنه ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أمجد من أن هناك ثروات تحت الأرض أفغانية الحديث عن استثمارها يحتاج إلى ربما سنين. في ظل هذه المعطيات زد على ذلك أن البلاد متربص بها من قبل الباحثين عن موطئ قدم أو نفوذ في أفغانستان،
كيف ستدير البلد الحركة البلد؟ هل لديها القدرات على إدارة ناجحة للدولة في هذه المرحلة الحساسة بالذات؟ نعم، كما قلت سابقا أن الحركة فوجئت بالدخول إلى كابول، فهي لم تكن تنوي الدخول في هذه الأوانة، فهي اضطرت لهذا. لأجل هذا الآن يوجد هناك خلل سياسي، ولكن مع هذا الحركة أستاذ نظام معذرة، هناك نقطة منهجية، يعني كيف فوجئت بدخولها كابول؟ يعني هي أرسلت قوات لدخول كابول فدخلت كابول، يعني ربما فوجئت بسرعة دخولها، ربما بسرعة انهزام الخصم. هي لم ترسل القوات هكذا، ولكن طولبت بأن ترسل القوات، يعني هناك فرق. فهي لم تكن تدري، لأنها فقط وصلت قواتها إلى أبواب كابول، ولكنها لم تكن تنوي، كما قلت أنها كانت تريد عن طريق التفاوض وليس عن طريق الحرب. نعم نعم، هو سؤالي كيف ستدير البلاد في ظل هذه المعطيات والتحديات الصعبة الحقيقية؟ هل تمتلك أدوات النجاح لإدارة البلاد على الأقل في هذه المرحلة؟ نعم، الآن هناك مشاورات مع كل الأطراف السياسية في أفغانستان، لأنهم في هذه المرة لا يريدون أن يحكموا بأنفسهم البلد، ولكنهم يريدون أن يكون هناك حكومة مشاركة من كل الأطراف. فالآن هم مشاورات جارية مع كل الأطراف السياسية، سواء كان سابقا أم الوجوه الجديدة، ولكن فقط الحركة ترتكز على أن التجار، كما حسب تعبيرهم أن التجار السياسيين السابقين، يقصدون السابقين أنه الأشخاص الذين كانوا لهم دور في كل الحكومات، هي ممكن لا تكون في الدولة الجديدة، إلا أنهم في الطرف الآخر يريدون أن يكون هناك حكومة مشاركة وشامل من كل الأطراف والأقوام السياسية والعرقية. فهي اليوم كان الحديث عن هذا، أنهم غدا ممكن المتوقع بعد صلاة الجمعة أنهم يعلنون حكومتهم، والآن في بعض الوزارات وفي بعض الإدارات الحكومية هم عينوا الموظفين المسؤولين بالوكالة، مثلا في وزارة التعليم هم عينوا، وهكذا في وزارة المالية والبنك المركزي هم عينوا بعض أشخاصهم وبعض المسؤولين عن طريق الوكالة حتى يمشوا أمورهم. أما النظام فهم يريدونها ليكون كاملا وشامل، أن يكون بعد التفاوض وأن يكون بعد التشاور. لأجل هذا هم بطيئين في هذا الأمر ومحتاطين جدا. الأمر الآخر الذي تأخر عن إعلان حكومتهم هو كان وجود أمريكا في البلد، فأنهم كانوا بخوف، لأن رأيتم أمريكا ماذا فعل حتى في اللحظة الأخيرة، ماذا فعل أخلاقيا، يعني لا يناسب أن يكون أن يحدث ما حدث عن دول التي الدولة التي تدعي أنها دولة عظمى وأنها نموذج للدول الأخرى. فالحركة كانت تدرك هذا، فلأجل هذا كانت خايفة، أنا أعتقد أنها كانت خايفة من هذا، من وجود أمريكا، لأجل هذا كانت آخر. والشيء الثالث الموجود وممكن يكون سبب تأخير لإعلان حكومتهم هي وجود مشكلة سياسية في ولاية بنشير، فحركة طالبان تحاول أن تحل هذه المشكلة عن طريق التفاوض. فمنذ أسبوعين نحن نشاهد وفود يعني تزور هذه المنطقة يعني لتحل المشكلة عن طريق التفاوض. الآن أظن هم لجأ الحركة إلى شن الحرب وإلى استخدام القوة العسكرية عن في ولاية بنشير، لأن ممكن يكون هناك أسباب أخرى أيضا، ولكن الأسباب الرئيسية هي هذه في تأخير إعلان حكومتهم. طيب، كما أعتقد في امتدادا قليلا من الجغرافيا الداخلية أستاذ عبد الحفيظ، أيضا هناك فراغ استراتيجي في المنطقة، ربما في منطقة آسيا الوسطى أو في المنطقة المحيطة بأفغانستان. هذا الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه خروج الأمريكيين، ثمة دول متربصة، نتحدث عن دول كبيرة مثل الصين وروسيا وكذلك باكستان وإيران، كلها تبحث عن موطئ قدم في تلك المنطقة لتعزز نفوذها. كيف سيبدو لك المشهد الإقليمي بعد انسحاب الأمريكيين هناك؟ صدقت أستاذ جاد، حقيقة هناك غموض استراتيجي في المنطقة، خصوصا في ظل التنافس
الهندي، الصيني، الروسي. رغم ذلك يعني هناك حقيقة الصين عبر المفاوضات في يوليو الماضي يعني ذهب وفد من طالبان إلى الصين، وطبعا تم الاتفاق ما بين الوفد الطالباني والصين على أن تدعم الصين طبعا طالبان. طبعا هناك في فرق بين الدعم وبين الاعتراف، ووافق الطالبان على أن على دمج أفغانستان ضمن الحزام والطريق في الوصول إلى أوروبا، في تفعيل الطرق التجارية، الطرق البرية، السكك الحديدية. لكن الواقع الحقيقة هناك مشروعين في الشركات الصينية دخلت أفغانستان، في مشروع النحاس في 2011، مشروع نفطي. كلا المشروعين الحقيقة فشل بسبب الصراعات القبلية، بسبب الصراع داخل أفغانستان. ولذلك الحقيقة الوضع في داخل أفغانستان قد يكون كان مستقرا في كابل، لكن غير مستقر في بقية مناطق أفغانستان. نحن حتى نقول كلمة يعني لصالح طالبان. طالبان في الفترة من 1996 إلى 2001 هي التي وحدت أفغانستان، وأول دولة اعترفت بها كانت السعودية وباكستان ودولة الإمارات. الحقيقة لولا الحرب الأمريكية على أفغانستان، الحقيقة طالبان في ذلك الوقت كانت يعني القوة الوحيدة التي تمكنت من توحيد أفغانستان. هذه كلمة يجب أن تقال وحقيقة حتى لا نهضم حق طالبان. فهل تعود طالبان إلى نفس القدرة السابقة في توحيد يعني الشعب الأفغاني؟ أنا أقرأ اليوم أن هناك صراعات داخلية بين طالبان نفسها في تشكيل الحكومة الأفغانية. الحقيقة الآن هذا الفراغ الحقيقة الذي تركته الولايات المتحدة، خلافات داخل الحركة، داخل الحركة نفسها، صراع وليس داخل على تشكيل الحكومة. خلاف يعني تقصد خلاف؟ نعم خلاف، نعم نعم، على تشكيل الحكومة، لأنه هناك أطراف تقول يجب أن نشر جميع الأطراف الأخرى، وخصوصا كما ذكر ضيفك من أفغانستان، هناك أيضا بنشير في شمال أفغانستان يعني لم تدخل يعني في عبر المفاوضات، والآن دخلت في مرحلة حرب. هذه إشكالية أيضا جديدة تقف أمام طالبان، ولا أعتقد أن الغرب سيدعم بنشير ولا روسيا ولا الصين. ليس من مصلحتهم حقيقة يعني دعم بنشير ابن أحمد مسعود حقيقة. لكن في نقطة يجب أن ننتبه لها، صحيح أن الولايات المتحدة انسحبت، لكن لا وتركت أسلحة يعني خيالية، يعني 200 طائرة ودبابات، ولكن هذه الأسلحة تركتها وهي معطلة. معنى أن طالبان بعدما تستلم الحكم يجب أن تستعين بالولايات المتحدة لتشغيل هذه الأسلحة. إذا لم تستعين بالولايات المتحدة، فهنا التبعية يعني انسحاب الولايات المتحدة وذكائها بأن تظل أفغانستان وطالبان تبعيتها للولايات المتحدة. أيضا هناك 14 مليار دولار من الأموال الأفغانية مجمدة في الولايات المتحدة. أنا أعتقد يعني ستكون تبعية يعني طالبان للولايات يعني المتحدة تتحدث معكد. كما لو أنك تشير إلى جملة ألغام تركتها أمريكا للحركة مستقبلا، لكن هناك إضافة للموضوع الإقليمي، هناك حديث عن الدول العربية وكيف ستؤثر هذا الانسحاب على الدول العربية. وعندما نتحدث عن الدول العربية تحديدا نقصد دول الخليج العربي. هنا أتحول إلى الاستوديو أستاذ أمجد، وأنت متابع للشأن الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية، ما جملة التأثيرات التي ستتعرض لها دول الخليج العربي من جراء هذا التغير في المشهد داخل أفغانستان؟ أولا دعني أشير فقط يعني توافقا مع الضيفين حول أن أفغانستان أين بين سباق التفاوض والتصعيد. يعني هناك من يدفع نحو التفاوض وحل المشكلات بالتفاوض، وهناك من يريد فعلا أن يسير في اتجاه
التصعيد، وهذا أيضا انقسام إقليمي ودولي حول المشهد الأفغاني. بالنسبة للتداعيات على دول الخليج، يعني دعنا نقول أنه في كما قال الضيف الدكتور عبد الحفيظ قبل قليل، من سنة 96 إلى 2001 كان حكومة طالبان في أفغانستان لا يعترف بها إلا ثلاث دول في العالم، باكستان الدولة المجاورة والإمارات والمملكة العربية السعودية. الآن نحن نلاحظ في هذه يعني في هذه الجولة أو في هذه المرحلة من تاريخ القضية الأفغانية، الدولة العربية الصغيرة صاحبة الدور الكبير جدا في الموضوع هي قطر. يعني وزير الخارجية الألماني هايكو ماس كان في قطر منذ يومين، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب كان في قطر، وزير خارجية هولندا كان في قطر، الرئيس الأمريكي اتصل ليشكر قطر، وزير الدفاع قال أنه سيزور قطر خلال أيام. يعني المقصد هنا، وقال لك أنه سندير الدبلوماسية الأمريكية عبر تواصل الدوحة مع أفغانستان. هذه الأزمة تثبت بشكل لا لبس فيه أن دول الخليج يناسبها أن تقوم بأدوات توفيقية، أدوات الوساطة، المساعدة المالية، المساعدة الفنية. قطر الآن وتركيا تمدان يد العون لإعادة تشغيل الشق المدني من مطار كابل في أفغانستان. وهذا هو الذي أقصده بأنه يعني هناك من يسعى إلى أفغانستان بالتهدئة ويريد أن إذا جاز القول يدعم استقرار البلد، لأنه بالفعل البلد أنهك. يعني البلد يعني أنا أقول هنا أنه يعني شبه مخترق منذ 41 عاما، تصور منذ عام 79 إلى اليوم وهو يعاني من تدخلات خارجية، وهذه التدخلات الخارجية منقسمة بين من يشجعون تحالف الشمال وبين من يريدون أن يدعموا يعني أغلبية البشتون اللي هي منها حركة طالبان. فلذلك هناك سباق بين هذه التصعيد والتهدئة. وبالمناسبة من الانعكاسات العربية التي أعتقد أنها مهمة جدا، أنه ما فعلته طالبان في أفغانستان ربما يشجع روح المقاومة أو روح التمسك بالأهداف الوطنية. يعني بالفعل تصريحات أنس حقاني بعد الانسحاب الأمريكي من المطار وكلامه عن أنه اليوم يوم فرح للأمة ونحن سعداء بهذا الاستقلال والحرية، هذا يحمل في طياته نموذج إلهام. يعني تعرف أنه عندما انتصرت المقاومة مثلا اللبنانية في 2006 يعني تتأثر فلسطين عندها وهكذا. يعني لكن أستاذ أمجد في المقلب الآخر، يعني بالنسبة للأنظمة الرسمية في الدول العربية ثمة رسائل إذا صح التعبير مخيفة. نعم. يعني عندما تدير أمريكا ظهرها لحلفائها القريبين أوروبا في عملية الخروج من هناك، والأوروبيون يعني ممتعدون حتى الآن من هذا الأمر، فما الذي على الدول العربية أن تفهمه من هذا الأمر؟ دعني أولا أشير إلى موضوع أوروبا. باختصار شديد، وزراء الدفاع الأوروبيين اليوم مجتمعون لكي يبحثوا استراتيجية دفاعية لمدة 10 سنوات مقبلة، ويتحدثون عن تشكيل قوة تدخل سريع لكي يعني تكون مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا أمس أشار أمام مجلس العموم قال نحن عرضنا على فرنسا وعلى ألمانيا تشكيل قوة مشتركة أو تحالف مشترك يعوض الغياب الأمريكي، لكن الإرادة السياسية لم تكن متوفرة. لذلك أنا أقول فعلا أوروبا ممتعضة. بالنسبة للحلفاء العرب، أنا في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية لا تدافع إلا عن مصالحها وعن مصلحة إسرائيل. أما فكرة أن هناك دولة عربية حليفة لأمريكا فأعتقد أنها بحاجة إلى إعادة نظر. أنا شخصيا خلال دراستي أثبت إنه العلاقات العربية الأمريكية لا تسير لمصلحة الدول العربية، هي في الواقع تسير لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الطرف الأقوى. والنظم العربية الآن تتخوف من كما قلت انعكاسات النموذج أو الإلهام أو حتى صعود تيارات جهادية أو راديكالية أو عودة ربما بعض فروع القاعدة للنشاط. وأكثر من هذا، ضرب السلمية، ضرب المسارات الديمقراطية في العالم العربي بكل تأكيد أنه يصب في مصلحة توجيه رسائل لإنعاش تيارات راديكالية أكثر. يعني باختصار، ما حدث مثلا في تونس أو ما حدث في مصر يوجه رسائل بأنه الديمقراطية والسلمية مش نافعة وأنه عليكم البحث عن سبل أخرى. وهذا بكل تأكيد على النظم العربية أن تفهم أنه آن الأوان لتتخذ بعض الإجراءات المنصفة وسياسات العدالة الاجتماعية. نعم. التي تنصف الشعوب، لأنها إذا لم تحدث لا يعني ستكون عرضة لانفجارات ربما اجتماعية أو سياسية أو شيء من هذا النوع. ونحن الآن الأوان لأن نعود إلى كابل مرة أخرى. أستاذ نظام، يعني أمريكا وأوروبا ربما يكون مفهوما لأسباب تاريخية، وجود حالة من عدم الرضا على وجود على متابعة نظام إسلامي في العالم الإسلامي يعني يحكم بمنطق الإسلام أو بروح الإسلام، هذا مرتبط بأسباب تاريخية موجودة عند الغربيين. هل هذا الأمر ربما يشكل ضغطا على طالبان؟ بمعنى هل ستترك أمريكا والأوروبيين من ورائها سيتركون طالبان تنفرد بحكم البلاد، أم ثمة نوع من الضغط يمكن أن يمارس؟ والذي أشار إلى طرف منه الأستاذ عبد الحفيظ عندما قال هناك جملة من الألغام، أو ما معناه أن هناك جملة من الألغام تركت لطالبان في البلاد.
نعم، أعتقد أنه أن الدول الغربية ممكن يستعملون هذا كضغط على الحركة، ولكنها ليست في الواقع. الدول الغربية هي ترى مصالحها، فلو كانت مصالحها مضمونة في أفغانستان، وهي مصالحها أنها لا أن طالبان لا تسمح لأي حركة جهادية أو حسب تعبير إرهابية في أفغانستان، وأن لا يكون هناك خطر موجه للدول الغربية، فهي تساعد، فهي لا تبالي بالإسلاميين وهكذا. فنحن نرى في السعودية وفي الدول العربية الأخرى بأنهم يطبقون النظام الإسلامي، فهم وليس عندهم أي مشكلة مع هذه الأنظمة. فأنا أرى أن في أفغانستان أيضا ليس لا يكون هناك أي مشكلة، لأن الشعب كله الشعب يريد النظام الإسلامي، ولكن قد يكون هذه ورقة ضغط على حركة الغرب. قارنت بين السعودية وأفغانستان، لكن ربما الحركة لا ترتبط بمواثيق دولية كما هي الحال في السعودية، وربما الحركة بما أنها مجموعة من طلبة العلم وخريجي المدارس الشرعية ربما تحمل نوعا من الفكر الثوري أو التمرد على جزء المواثيق الدولية، فربما المقارنة هنا لا تكون دقيقة. نعم، أنا ممكن أخالفكم في هذا الأمر. الحركة لم تبقى كما كانت، والتصور الموجود معنا هي ليست في واقع هكذا. فرأيناه أن استراتيجية السياسية مع انظر مع الصين، علاقاته مع الصين لم تكن في السابق، والآن الصين أول دولة عظمى هي ترحب بهم، وفي الجانب الآخر روسيا الذي الدولة أو كما كان في السابق الاتحاد السوفيتي انهزم في أفغانستان، ولكن هي الآن هي الدولة من التي ترحب بحركة طالبان، والأطراف الأخرى أيضا الدول المجاورة كلها ترحب ولها علاقات سياسية مع حركة طالبان. فحركة طالبان ليست كما نظن أنها ثورية، هي تدرك الأمور وهي الآن نضجت سياسيا، فلها علاقات سياسية مع كافة الأطراف، حتى الآن مع أمريكا. الذبيح الله مجاهد الناطق باسم حركة طالبان قد أعلن أننا نريد العلاقات السياسية الدبلوماسية مع كل الأطراف، وأن يعني نطمن الدول بأنه لا يكون هناك خطر موجه من الدولة من أفغانستان كما كان في السابق. فلأجل هذا أنا أرى أن حركة طالبان ليست ثورية فقط، بل الآن صارت يعني لها نضوج سياسي أيضا. طيب، أحيل السؤال إلى الأستاذ عبد الحفيظ في مكة، بحسابات الربح والخسارة، من الأكثر إفادة من تغير المشهد السياسي والعسكري في أفغانستان، ومن الخاسر؟ سؤال مهم جدا حقيقة أستاذ جهاد. أنا في ظني، دعني يعني أنا أعتقد أن الانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، أصبح هناك إمارة إسلامية سنية مقابل حقيقة جمهورية إسلامية شيعية، وإن كان يعني لا نود أن نستخدم هذه المسميات، ولكن هذا هو الواقع حقيقة. يعني أول ما دخل الطالبان إلى أفغانستان حرقوا صور خاميني وصور الإعلام الإيراني. أنا أعتقد الآن المملكة العربية السعودية لن تترك هذا الفراغ لإيران، لأن إيران دولة براغماتية، هي التي استضافت القاعدة، هي استضافت يعني الجماعات الجهادية، وتدرك ذلك المملكة العربية السعودية. الآن هناك تنسيق، وأنا في ظني أيضا أن الولايات هذا الإيراني للضغط عليها من أجل في هذا السياق. أستاذ عبد الحفيظ، يعني أشرت إلى نقطة يعني يجب التركيز عليها، قلت إن السعودية ربما لن تسكت على خطوات إيران المستقبلية في اتجاه أفغانستان، وبالمناسبة إيران تتمدد حتى في 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 باكستان. هل يمكن رسم خريطة استراتيجية أو خريطة جملة قرارات سياسية يمكن أن تلجأ إليها السعودية لإقامة توازن مع إيران في أفغانستان؟ بالضبط
يعني حاليا الآن هناك ما بين المملكة العربية السعودية وباكستان حقيقة، يعني ليس فقط تنسيق بل هناك يعني يبدو هناك تدخل يعني من المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، وهناك محادثات مع طالبان بشكل طبعا قد يكون سري، لكن أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية لن تترك طالبان بمفردها، وسبق هناك كانت أساسا طالبان هي يعني تم تشكيلها من الاستخبارات الباكستانية، ولذلك أنا أعتقد باكستان والمملكة العربية السعودية وحتى قطر سيكون بينهم تنسيق كبير في أفغانستان، وسيكون في ظني دعم قوي يقدم لطالبان. أهداف هذا التنسيق باختصار؟ أهداف هذا التنسيق من أجل استقرار أفغانستان، ويعني ووقف أي تطرف وأي تشدد، وكما ذكر ضيفك من أفغانستان هناك نضج يعني تتمتع به طالبان الجديدة، قد كانت في الأول طلاب ويعني مؤدلجين ومتجددين، اليوم هم أكثر يعني ما نستطيع لا نستطيع أن نحكم على طالبان حتى يعني، لأنه حتى الآن هناك مراهنة يبدو على يعني دمج أفغانستان في الحزام والطريق، وهو شيء غير واقع حتى الآن يعني حقيقة. لكن المملكة العربية السعودية وباكستان لن تتركان أفغانستان لقمة صائغة لإيران، وحقيقة طالبان هي أقرب إلى الباكستان والمملكة العربية السعودية. طيب أستاذ أمجد، يعني أختم معك، أي عائد سياسي واستراتيجي يمكن أن تجنيه دول الخليج العربي مما حصل في أفغانستان من انسحاب الأمريكيين؟ وعندما أقول دول الخليج العربي أركز على السعودية. وأنا مختلف مع الضيف قليلا، لا أعتقد السعودية ليس لها هذا الدور الإقليمي الكبير، في الحقيقة هناك تراجع في الدور السعودي، وأعتقد إذا كنا سنجيب عن من هو الطرف الرابح في هذا الموضوع هو طالبان إذا أحسنت أن تدير المرحلة، وباكستان وقطر وتركيا بالإضافة إلى الداعم الدولي لهؤلاء وهو الصين، يعني هذه هي الأطراف الرابحة فعليا من هذا الموضوع. المسألة الأخرى التي أريد أن أركز عليها أنه سياسة الغرب واقعية، يعني إذا نجحت طالبان في إدارة شؤون البلاد وفي تشكيل حكومة وفي حفظ الاستقرار إلى حد كبير وتجنب الصراعات غير الضرورية خصوصا مع الشيعة، فأعتقد أنها سيعترف بها ولو حتى على مدى بعيد. في شيء مهم جدا، لم تعد العلاقة السعودية بالحركات السلفية لم تعد كما كانت سابقا، الغطاء الأمريكي الذي توفر إلى باكستان والاستخبارات الباكستانية لكي تضم طالبان ويتم تدريبها في عام 94 أو ما شابه لم تعد موجودة حاليا، ولا عادت السعودية تدعم الأيديولوجية السلفية كما كانت سابقا. السعودية الآن دخلت إلى مرحلة إذا جاز القول أنها نيو ليبرالية، يعني هي لم تعد في تلك المرحلة السابقة. أضف إلى ذلك السعودية مستنزفة في حرب اليمن، واستنزفت كثيرا في حصار قطر وفي غيره من الخطوات أعتقد الخاطئة، وفي توتير علاقات مع تركيا وفي توتير علاقات مع إيران، يعني لم تعد السعودية هي محور التحالفات العربية كما كانت سابقا، المكانة السعودية تتراجع، وهذا له علاقة أيضا بالسياسات الداخلية. من ناحية أخرى مهمة جدا، أنا مؤيد الضيف في أنه طالبان ستتغير، لأنها بالمناسبة هي حركة سياقية وليست حركة كما يصف الغرب أنها جوهرانية، يعني كل الإسلام السياسي متطرفين كلهم يمارسون الإرهاب، هذا غير صحيح، يعني لا يوجد إسلام واحد يعني يمارس التطرف والعنف إلى آخره، وإنما الإسلام متنوع، يعني الإسلام الباكستاني ليس هو الإندونيسي، هناك فروق، يعني هناك تيارات سياسية، هناك أناس طبعا للجغرافيا وخصائص الشعوب، والإسلام طبعاً. الإسلام فعلا الحقيقي ليس عنيفا في جوهره كما يعني يتصور الغرب ذلك، ولذلك هم مقاربتهم خطأ في مكافحة الإرهاب بأنهم في الحقيقة يحاولون أن يجعلوا المسلمين شيئا واحدا كما قال جورج بوش الابن، من ليس معنا فهو ضدنا، وهي مقاربة أيديولوجية وحتى دوغمائية، بمعنى أنه يعني يكره المسلم ولذلك يعتقد أن المسلم يستهدفه دائما بدون أي تفرقة. نعم. أشكرك أستاذ أمجد. مشاهدينا الكرام، ختاما أشكر ضيوفي الكرام، كان معي في الاستوديو الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، كما كان معنا أيضا عبر زوم من مكة المكرمة الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية، وشاركنا من العاصمة الأفغانية كابول عبر سكايب الأستاذ نظام الدين كامل الكاتب والأستاذ في جامعة باختر. الشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.